يسب النعم ولا تعتبر تونس انه وضعت القدم الاولى الى بر الامان بعد 25 جويلية تو بعد الاستفتاء؟ نحن الان يعني اهتدينا الى الطريق. بقيت ان هذه الطريق هي طريق طويله. طريق يعني مسافه 1000 كيلو، ومسافه 1000 كيلو يبدا بالخطوه الاولى. يعني كل المسافات تبدا بالخطوات الاولى. ولذلك اعتقد وأنه بحسب التحرير الذي قدمته سيغما كونساي من الانتظارات انتظارات من صوت لفات الدستور، الانتظارات هذه تحمل السيد رئيس الجمهورية مسؤولية كبرى. أي. لأن هؤلاء الذين صوتوا لفات الدستور ينتظرون التجسيد العملي للإصلاح. معنى أنه يلزم يشوفوا في المستقبل أنه فعلا بدا مقاومة الفساد. لو ما صارش هذا إبراهيم بودربالة، لو ما صارش الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي تيلة الفترة هذه الكل، كيفاش نجم فيش ربما قد تكون ردة فعل الشارع التونسي اللي بدرجة أولى ينتظر في إصلاح اقتصادي واجتماعي؟ هو ينتظر في إصلاح اقتصادي واجتماعي وسياسي كل مع بعضه، ولكن هذا الشعب هو الآن بعكس ما يقوله الكثير هو له من الفتنة وله من يعني الحدث أنه يستشرف الإمكانيات المتاحة. ولكن عندما يلاحظ وأنه بالرغم من أن محدودية الإمكانيات أن هناك نية صادقة فهو شعب صبور. يصبر، ينجم يصبر 6 أشهر، عام، عامين، ينجم يصبر. أما على أساس وأنه يعرف اللي كونه الطريق طريق سالكة نحو الإصلاح. لو فشل رئيس الجمهورية قيس سعيد في هالطريق السالكة، وانت قلت اهتدينا إلى الطريق السليم، كيفاش باش يتحمل ربما مسؤولية الفشل إذا، وهذه فرضية مطروحة إبراهيم بودربالة؟ احنا راهو في الميدان السياسي. أي. دائما راهو يحاسب السياسي على نجاحه. وبالتالي نحن الآن في مرحلة التفاؤل، لسنا في مرحلة التشاؤم. متفائل إبراهيم بودربالة اليوم؟ نعم. متفائل؟ طبعا متفائل، متفائل بشكل كبير ياسر، لأنه بدون تفاؤل مش ممكن باش ينجح أي مشروع. تبقينا ثم شروط التفاؤل. ثم حاجات عملية تتحقق. شنو هو شروط التفاؤل بالنسبة لإبراهيم بودربالة؟ أولا بالذات يلزم يفهم الشعب التونسي، لهنا الشعب التونسي عنده مسؤولية كبرى. هو أنه لابد باش نرجعوا قدسية العمل. يلزم يفهم الشعب التونسي أنه باش يخرج من الوضع هذايا لابد أن يعمل ثم يعمل ثم يعمل. هذه حاجة أساسية. لابد من إصلاحات جوهرية في خصوص عديد من الخيارات. الخيار بالنسبة للنظام التعليمي. الخيار بالنسبة للصحة العمومية. الخيارات بالنسبة للنقل العمومي. النقل العمومي الذي أصبح في حالة سيئة وردية. ولذلك لابد من إصلاح يعني النقل العمومي. كذلك لهنا لابد من أنه البيروقراطية الإدارية وضع يعني نقع الحد منها بشكل كبير. لابد من أنه الأعمال الإدارية تكون يعني مرنة وسهلة وفي متناول كل شخص يريد بعث مشروع اقتصادي، يريد يعني أن يقوم ب يلقى يعني تسهيلات، تكوين تكوين أي يعني مورد رزق. أي. ما يتقعش يعني عراقيل إدارية، العراقيل الإدارية يلزم يعني يقع القضاء عليها. إبراهيم بودربالة، أنت في الجزء الأولاني حكيت لي على الأحزاب السياسية والطبقة السياسية وقلت لي إنها لازمها ترجع روحها توا. اليوم جبهة الخلاص تعقد ندوة صحفية تطالب من خلالها رئيس الجمهورية بالاستقالة، وتطالب أيضا بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية عامة سابقة لأوانها. أولا بالذات مع احترامي للعديد من الأصدقاء اللي موجودين في جبهة الخلاص، أعتقد أنهم ساروا في طريق الخطأ ولا يريدون الاعتراف بذلك. أعتقد أنه لابد أن يراجعوا موقفهم. اليوم هناك وضع جديد، هناك يعني تأكيد على مشروعية رئيس الجمهورية أنه عد خريطة الطريق وبأجال، وهذه الأجال وقع احترامها.
مطالبهم مستحيلة اليوم استقالة انتخابات رئاسية سابقة لأوانها. عن تونس حاشتنا احنا بالاستقرار. حاشتنا يعني بمؤسسة يعني تشرف على السلطة التنفيذية ومستقرة. لكي يستقر النضال، لكي يقع اصلاح النظام المسار السياسي. ولكي يعني كل الأطراف الفاعلة في الناحية الاقتصادية تشعر بالطمأنينة لكي تتشجع وتعمل بجد يعني لإنجاح المطالب هذه تعتبرها تهدد الاستقرار اللي يحكي عليه إبراهيم بودربيلة، المطالب اللي خرجت عن جبهة الخلاص حالي الاستقرار شيء طبيعي. احنا احنا نعتبرها مطالب شخصية، نعتبرها مطالب غير جدية جملة واحدة. بالعكس انا من الناس اللي نقول وأنه الآن رئيس الجمهورية بحكم الدستور الجديد هو المسؤول عن تعيين الحكومة، هو مسؤول عن نجاحها وفشلها، وبالتالي في حاجة إلى وضوح راية، وفي حاجة إلى استقرار، وفي حاجة إلى إعادة دراسة كل المشاكل التي قاس منها الوطن في الماضي وإيجاد السبل الصحيحة للإصلاح.